الإصلاحية دي يا كابتن البعض بينظر إليها باعتبار إنه الخطوة الإصلاحية مثلا رقم واحد هي إقالة المدير الفني. من أيام كنت ذكرت إنه 3 ماتشات اللي جاية دي مصيرية لحسم مصير يعني خوان براون، بتكلم على بيراميدز وعلى المواجهتين المقبلتين جونة ومقصة. نعم، خسر النهاردة الإسماعيلي أول واحدة من الثلاثة. خبر نشرته عدة وسائل إعلامية أو مواقع بأنه المجلس يدرس إقالة خوان براون بعد السقوط أمام بيراميدز، والبعض بدأ يتكلم على المرشحين لخلافته. هل أساسا من وجهة نظر الكابتن حمزة الجمل رحيل خوان براون حل من ضمن الحلول؟ انا عايز مجلس اداره النادي الاسماعيلي برئاسه المهندس يحيى الكومي والمهندس خالد زين وباقي اعضاء مجلس الاداره ان هم يتمهلوا، ايوه، ولا ينساق وراء السوشيال ميديا، ويبقى في قرار لصالح النادي الاسماعيلي ما فيهوش تسرع، وفي دراسه القرار بشكل كويس جدا جدا، وهم قادرين ان هم يدرسوا القرار من سلبيات ومن ايجابيات. استشف انا من اجابه حضرتك بكلمه تمهل بعدم الانسياق وراء السوشيال ميديا انك لا تحبذ فكره رحيل المدرب دلوقتي؟ اه طبعا طبعا. ده اكيد. ليه بقى؟ ليه؟ لان انت جبت مدرب واقتنعت بيه وموجود. النتائج نوع سيئه. تمام. انا هقول سيئه. مظبوط. لفظ سيئة. طبعا يعني قوي شويه، انما لازم اقول ان النتائج سيئه. هو لعب 6 مباريات ب 18 نقطة حصل على 3. فنتائج سيئة. إنما خد فرصة وشاهد اللاعبين ومعاه جهاز، معاه جهاز معاون كويس زي كابتن أشرف خضر، كابتن محمد حمص، سيد توفيق، كأبناء النادي الإسماعيلي. أيوه. فعشان أنا أغير في التوقيت ده بالذات، هذا التوقيت، ويجي مدرب، هذا المدرب مش هيبقى مدرك وملم بالأمور دي. أيوه. بالامور الفنيه، بالامور النفسيه، ما يحدث داخل الفريق. فهيحصل عشان انا اتعود، وانا كنت، انا كنت موجود هنا، او ان انا كنت ضد، ان بس مش عايز ارجع ورا خلاص. تمام. ان خلاص انا في الوقت الحالي، في الوقت الحالي لازم ياخد فرصه ومش كبيره. بمعنى ايه بقى؟ لحد امتى؟ يعني مثلا لو في اخفاقات، لا انا ممكن اغير. التغيير في حد ذاته بيعمل روح جديده. مفهوم. ما هو حاليا في اخفاقات، في لحد اخفاقات. امتى الصبر؟ يعني لازم ياخد فرصه مباراتين، المباراه القادمه طبعا. ممكن الكلام بتاع ده ما يعجبش البعض من جمهور النادي الاسماعيلي اللي عايزين دلوقتي. ليه بقى؟ لان هم حقهم. ليه؟ في وضع سيء، في وضع يعني الجمهور حاسس مش بخوف، بقلق. ايوه. الجمهور مش شايف افكار داخل الملعب كتيره. هنا بقى بنتكلم جمهور النادي الاسماعيلي. صح. محب وعاشق لكره القدم، ويقول لك انا اخسر بس استمتع بكره القدم. مزبوط. استمتع بفكر، استمتع بتشكيل، استمتع بتغييرات، فحاسس ان في ازمه فنيه. بس انا بقول لجمهور النادي الاسماعيلي واداره النادي الاسماعيلي تتمهل شويه. ليه؟ لان انا جبت مدير فني. المدير الفني على ما يبدا يتعرف على الفريق ويتعرف على امكانيات الفريق ممكن يحصل ازمه فنيه. هنبدا كل شويه هنغير هنغير هنغير، هنخش في دوام. ولكن لابد ان يكون هناك يعني قرارات حاسمه من داخل مجلس الاداره تجاه الجانب الفني والجانب الاداري والجانب اللاعبين، اللي هي تنصب في صالح الفريق. طيب.